تحديات هذا الشوط. البداية مع مقدمة الشوط، هنالك سيوف، سيوف من تندفع مع المركز الأول، من تنطلق على أول التحديات لسمو الشيخ زايد بن المرآة المكتوم أحمد بن علي العويسي، يتقدم مع أول المراكز وأول التحديات وشعار النجوم مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك شعار هجن العاصفة من ينضم مع المركز الثاني، وهنا وهيلة من تحتل المركز الثاني من هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الثالث هنا من تنضم مع ثالث التحديات أيضا شعار هجن العاصفة وصل، ونجدة من وصلت بهذا الشعار العملاق وتسللت إلى المركز الثالث من هجن العاصفة، أيضا الواثق متواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع هنا تتقدم الوارية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس هنا وصل شعار هجن الرئاسة وصلت العذرة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي. مشاهدين ومتابعينا الكرام أيضا هنا من الجانب الأيمن وصلت الضيفة العزيزة الدوحة، من وصلت من الجانب الأيمن لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير. سعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري قادم بهذا التحدي الجميل. أيضا هنالك الساعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. الله يا العزرة، وصلت العزرة، مرحبا بالرئاسة، مرحبا بدستورية سجن الرئاسة، من وصلت مع المركز الثاني العزرة والظافر علي بن جميل الوهيبي قادم. وأيضا الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. الله 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 على هذا التحدي، الله على هذه القمة. وصلت الساعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. الله يا الظبي، انطلقت الظبي، ظبي الفلا، رمز العطاء معنى الوفاء، من تنطلق بهذا التحدي الجميل في هذا الشوط القوي، في هذا الشوط المتميز. انطلق الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. سلام على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد على فوز الظبي بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت العزرة من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، وثالثا وصلت الساعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع وصلت الدوحة لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني، وخامسا وصلت الظبي من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد يلي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. الظبي من انتزعت هذا الناموس الغالي ومن اثبتت بانها بطلة لهذا الشوط لتأتي معنا هنا وتنقل هذا السلام الغالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. يستحق هذه التهنئة ويستحق هذا الفوز والانتصار. إذن هنا مسافة 8 كيلومترات تقطعها الظبي في زمن وقدرة. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 44 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت العزرة، العزرة من وصلت مع المركز الثاني من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس للظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار مع المركز الثاني. التوقيت المصاحب للعزرة 12 دقيقة 46 ثانية، 5 أرزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت الساعية.